السلام عليكم، مساء الخير، اهلا بكم في قناتي. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اهلا بكم في قناتي ونورتوني بزيارتكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. حبيت نحط هذا الفيديو بخصوص واحد السؤال تاع اخت سالت شيخ من الشيوخ الدين حتى يجاوب لها على السؤال نتاعها. الفت انتباهي هذا السؤال نتاعها، قلت والله نعمل فيديو على هذا السؤال نتاعها. هنا هي واش سألت الشيخ، قالت له انا نحب بزاف نعمل طلاق الاظافر، يعني كاين اللي يقولها الصبغه، كاين اللي يقولها الفيرني، وكاين اللي يقولها طلاق الاظافر باللغه العربيه. طلاق الاظافر هي تحب بزاف دير طلاق الاظافر، وكي تصلي قالت له نقدر نصلي بها؟ والله لا. المهم هو الشيخة وجاوبها ما لازمش تصلي بطلاق الأظافر، قالها ما لازمش تصلي بطلاق الأظافر. يعني هذا يعني كأنه الإجابة هي باينة، سؤال هذا السؤال عنده إجابته واضحة، يعني غير اللي تحب تسأل الشيخ فقط. يعني تصلي بطلاق الأظافر لا يجوز، لا يجوز الصلاة بطلاق الأظافر. كاين بعض الشيوخ يقول لك إذا توضيتي في هذه الساعة أنت على وضوء طاهرة وعملتي طلاق الأظافر، يعني تقدري تصلي عادي منها أنت راكي متوضية. لكن بعد صلاة، يعني صلاة أخرى، يعني وقت آخر تجي تصلي، لا يجوز. وطلاق الأظافر في 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 الأظافر نتاعك. المهم هو خير على بالكم طلاق الأظافر يكون صعيب بزاف باش تنحيه من الأظافر، حتى ديري له واحد البرودوي هكذا، حتى ديري له واحد الكول هكا، ما عرف شو يسميوه، كان عندي واحد الوقت هكا، بصح ماشي مليح، كأنه تحسي راح يسبب لك مشكل في الجلد تاع الأظافر. يعني كنت نستعمله، استعملته مرة والله زوج، بقات القرعة هكذاك ورميتها وهي مليانة، حسها كل ما نعمله نحس بالحرق، مع اني انا ما نعملش يعني طلاق الاظافر. يعني على بالكم واحد يصلي، راني نصلي كل وقت وقته الحمد لله، ما نقدرش يعني نعمل طلاق الاظافر، هذا ما نقدرش نديره. واللي نخمم نقول اسكو مقبوله صلاه ماشي مقبوله، لازم نحيها. وكما قلت لكم، المهم انا جبت لكم هنا هذا طلاق الاظافر اللي هو ساهل باش تنحيه، اللي تعرفوا دائما متفقين عليها في الفيديوهات، وتقول هذا الحاجه اسمك شغل تشوف الفيديو هذا تافه ولا ماشي على بالي. اللي تعرفوا، اللي ما تعرفوش راح تشوفها معلومه جديده وما شافتهاش والله ما جربتوش، ممكن سمعتيه وما جربتوش. المهم انا حبيت نحط لكم فيديو هنايا نولهكم هذا الحاجه، هذا طلاق الاظافر بسهوله يعني تعمليه، وبعد ما يبس تقدري تنحيه عادي. شفتوا هذوك الورقات اللي محطوطين؟ يعني هذاك هو طلاق الاظافر، جربته في الاظافر تاعي ونحيته عادي، تنحيه قشره عادي. المهم انا حبيت نحط هذا الفيديو للاخوات اللي راهم كيما هذا الاخت، يعني تحب تدير طلاق الاظافر كل وقت، تحب يكون في الأظافر تاعها طلاق الأظافر. المهم جبت لك هذا النوع تاع الفيرني، تقدري تشريه تعمليه عادي في 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 وقت يكون غير الصلاة، يعني تعمليه عادي، انت راح تتوضي تنحيه نورمال. ها شفتوا هاد القشور هادو راهم كانوا في الاظافر تاعي، سهوله يعني ديري لها هكا تعاود هذيك القشره تطير بكل سهوله، تنحيه نورمال وتروحي تتوضاي وتصلي صلاتك بدون طلاق الاظافر. وبعد صلاتك تقدري تزيدي تعملي هذا طلاق الاظافر كي عدتي تحبي بزاف يعني يكون في الاظافر تاعك الفيرني. على هذه انا حبيت نعمل لكم الفيديو فقط. هنا راني هزيت وحده منهم، ها حبيت نوريها لكم. باش تبانش فهمتش له ما هنا، ما فهمتش على ما راهيش تبان.
شفتو تنحيها عادي يعني، هزته هنا بالمنقط عادي، تنحيها قشرة يعني باش تصدقي يعني، اللي ما جربتهاش واللي ما شافتش هذا العفسة، هذا البابني هذه، راهي سهلة خلاص، تعمليها في وقت ما حبيتي، وكل ما تجي تصلي كل ما تجي تتوضاي تنحيها عادي. انا شدني هذا السؤال نتاع الاخت، قلت والله انا نحطه، وانا البارني هذه عندي عندها مده طويله ما فسدتش يعني، عملتها شحال من مره هكا في مناسبه ولا زوج وما عملتهاش. المهم هذا البارني من نوع هذا، الاسم تاعها هو واضح، بيبي هذه ما بيش اسمها، المهم تلقاوها في المحلات في الكوسمتيك، تسقسيه برك، تسقسيه على طلاء الأظافر اللي يتنحى بسهولة، ينعتو كذا يطير على شكل أوراق يعني، تنحيه من الأظافر تاعك بكل سهولة، أو تصلي ما تخمي في صلاتك، ولا تصلي صلاة وانتي شاكة فيها مقبولة أو غير مقبولة، وتولي تسقسي في الشيوخ. في واحد الوقت هكا يعني كنت صغيرة، في هذاك الوقت سألت الأستاذ بتاعي نفس السؤال نتاعها في العلوم الشرعية، كان يقريني العلوم الشرعية، وسألته نفس السؤال، قال لي إذا كنت متوضية وعملتي طلاء الأظافر تقدري تصلي به في هذاك الوقت عادي بطلاء الأظافر، وانتي راكي متوضية ودرتي عليه طلاء، درتي الأظافر تاعك هذا البارني، قال لي تصلي عادي ومقبولة الصلاة تاعك. لكن بعد يعني سألنا احنا البنات هذا السؤال، وسألته انا بالذات، سألته هذا السؤال وجاوبني هكا، وكاينين شيوخ حتى سمعت قالوها ثاني، لكن مادام هي فيها شك وفيها خوف، من الاحسن انكم من الاحسن انك ما تعمليش طلاء الاظافر.